حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على أمر إذا أنتم فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وفي الباب عن عبد الله بن سلام وشريح بن هانئ عن أبيه وعبد الله بن عمرو والبراء وأنس وابن عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن والحسين بن محمد الجريري البلخي قالا حدثنا محمد بن كثير عن جعفر بن سليمان الضبعي عن عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حسين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن علي وأبي سعيد وسهل بن حنيف. حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال استأذن أبو موسى على عمر فقال السلام عليكم أأدخل؟ قال عمر واحدة. ثم سكت ساعة ثم قال السلام عليكم أأدخل؟ قال عمر ثنتان. ثم سكت ساعة فقال السلام عليكم أأدخل؟ فقال عمر ثلاث. ثم رجع. فقال عمر للبواب ما صنع؟ قال رجع. قال علي به. فلما جاءه قال ما هذا الذي صنعت؟ قال السنة. قال السنة والله لا تأتيني على هذا ببرهان أو ببينة أو لأفعلن بك. قال فأتانا ونحن رفقة من الأنصار فقال يا معشر الأنصار ألستم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع؟ فجعل القوم يمازحونه. قال أبو سعيد ثم رفعت رأسي إليه فقلت فما أصابك في هذا من العقوبة فأنا شريكك. قال فأتى عمر فأخبره بذلك فقال عمر ما كنت علمت بهذا. وفي الباب عن علي وأم طارق مولاة سعد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. والجريري اسمه سعيد بن إياس يكنى أبا مسعود. وقد روى هذا غيره أيضا عن أبي نضرة وأبو نضرة العبدي اسمه المنذر بن مالك بن قطعة. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثني أبو زميل حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن لي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وأبو زميل اسمه سماك الحنفي. وإنما أنكر عمر عندنا على أبي موسى
حيث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الاستئذان ثلاث، فإذا أذن لك وإلا فارجع. وقد كان عمر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن له، ولم يكن علم هذا الذي رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن أذن لك وإلا فارجع. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك، ارجع فصلي. فذكر الحديث بطوله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وروى يحيى بن سعيد القطان هذا عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري فقال: عن أبيه عن أبي هريرة، ولم يذكر فيه، فسلم عليه وقال: وعليك. قال: وحديث يحيى بن سعيد أصح. حدثنا علي بن المنذر الكوفي، حدثنا محمد بن فضيل عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي، حدثني أبو سلمة أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل يقرئك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وفي الباب عن رجل من بني نمير عن أبيه عن جده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الزهري أيضا عن أبي سلمة عن عائشة. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا قران بن تمام الأسدي عن أبي فروة يزيد بن سنان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة قال: قيل يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال: أولاهما بالله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال محمد أبو فروة الرهوي مقارب الحديث، إلا أن ابنه محمد بن يزيد يروي عنه مناكير. حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ضعيف، وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفع. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري، حدثنا أبو غياث سهل بن حماد، حدثنا شعبة عن سيار قال: كنت أمشي مع ثابت البناني، فمر على صبيان فسلم عليهم، فقال ثابت: كنت مع أنس، فمر على صبيان فسلم عليهم، وقال أنس: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر على صبيان فسلم عليهم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، رواه غير واحد عن ثابت، وروي من غير وجه عن أنس. حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا سويد، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا عبد الحميد بن بهرام أنه سمع شهر بن حوشب يقول:
سمعت أسماء بنت يزيد تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم وأشار عبد الحميد بيده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب. وقال محمد بن إسماعيل: شهر حسن الحديث وقوى أمره. وقال: إنما تكلم فيه ابن عون، ثم روى عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب. أنبأنا أبو داود المصاحفي بلخي: أخبرنا النضر بن شميل عن ابن عون قال: إن شهرا نزكوه. قال أبو داود: قال النضر: نزكوه أي طعنوا فيه، وإنما طعنوا فيه لأنه ولي أمر السلطان. حدثنا أبو حاتم البصري الأنصاري مسلم بن حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أنس بن مالك قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حدثنا الفضل بن الصباح بغدادي، حدثنا سعيد بن زكريا عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زاذان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام قبل الكلام. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا أحدا إلى الطعام حتى يسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسمعت محمدا يقول: عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهب، ومحمد بن زاذان منكر الحديث. حدثنا قتيبة: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: إن رهطا من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم. فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت عائشة: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت عليكم. وفي الباب عن أبي نضرة الغفاري وابن عمر وأنس وأبي عبد الرحمن الجهني. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس وفيه أخلاط من المسلمين واليهود فسلم عليهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب قالا:
حدثنا روح بن عبادة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وزاد ابن المثنى في حديثه: ويسلم الصغير على الكبير. وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل وفضالة بن عبيد وجابر قال أبو عيسى: هذا حديث قد روي من غير وجه عن أبي هريرة. وقال أيوب السختياني ويونس بن عبيد وعلي بن زيد: إن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. حدثنا سويد بن نصر أنبأنا عبد الله بن المبارك أنبأنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. قال: وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا سويد بن نصر أنبأنا عبد الله أنبأنا حيوة بن شريح أخبرني أبو هانئ اسمه حميد بن هانئ الخولاني عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الفارس على الماشي، والماشي على القائم، والقليل على الكثير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو علي الجنبي اسمه عمرو بن مالك. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد روي هذا الحديث أيضا عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه، لو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقأ عينيه ما غيرت عليه، وإن مر الرجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث ابن لهيعة وأبو عبد الرحمن الحبلي اسمه عبد الله بن يزيد. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فاطلع عليه رجل فأهوى إليه بمشقص فتأخر الرجل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أن رجلا اطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدراة يحك بها رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينيك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى:
هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن حنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه بلبن ولبأ وضغابيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي. قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟ وذلك بعدما أسلم صفوان. قال عمرو وأخبرني بهذا الحديث أمية بن صفوان ولم يقل سمعته من كلدة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج، ورواه أبو عاصم أيضا عن ابن جريج مثل هذا. وضغابيس هو حشيش يؤكل. حدثنا سويد بن نصر أخبرنا ابن المبارك أنبأنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فقال من هذا؟ فقلت أنا، فقال أنا كأنه كره ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أخبرنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يطرقوا النساء ليلا. وفي الباب عن أنس وابن عمر وابن عباس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يطرق النساء ليلا قال فطرق رجلان بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا شبابة عن حمزة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كتب أحدكم كتابا فليتربه فإنه أنجح للحاجة. قال أبو عيسى هذا حديث منكر لا نعرفه عن أبي الزبير إلا من هذا الوجه. قال وحمزة هو عندي ابن عمرو النصيبي هو ضعيف في الحديث. حدثنا قتيبة حدثنا عبيد الله بن الحارث عن عنبسة عن محمد بن زاذان عن أم سعد عن زيد بن ثابت قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه كاتب فسمعته يقول ضع القلم على أذنك فإنه أذكر للمملي. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهو إسناد ضعيف. وعنبسة بن عبد الرحمن ومحمد بن زاذان يضعفان في الحديث. حدثنا علي بن حجر أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كتاب يهود، قال إني والله ما آمن يهود على كتاب. قال فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له. قال فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير هذا الوجه عن زيد بن ثابت
رواه الأعمش عن ثابت بن عبيد الأنصاري عن زيد بن ثابت قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم السريانية. حدثنا يوسف بن حماد البصري، حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب قبل موته إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا سويد، أنبأنا عبد الله، أنبأنا يونس عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش، وكانوا تجارا بالشام، فأتوه فذكر الحديث. قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو سفيان اسمه صخر بن حرب. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال: لما أراد نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم، قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما، قال: فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سويد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا سليمان بن المغيرة، حدثنا ثابت البناني، حدثنا ابن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود قال: أقبلت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فليس أحد يقبلنا، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بنا أهله، فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا، فكنا نحتلبه فيشرب كل إنسان نصيبه، ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه، فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فيسلم تسليما، لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشربه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار ونصر بن علي قالا: حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه، يعني السلام. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الضحاك بهذا الإسناد نحوه. وفي الباب عن علقمة بن الفغواء وجابر والبراء والمهاجر بن قنفذ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سويد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا خالد الحذاء عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من قومه قال: طلبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقدر عليه، فجلست، فإذا نفر هو فيهم ولا أعرفه وهو يصلح بينهم،
فلما فرغ قام معه بعضهم فقالوا يا رسول الله، فلما رأيت ذلك قلت عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله. قال إن عليك السلام تحية الميت، إن عليك السلام تحية الميت ثلاثة. ثم أقبل علي فقال إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل السلام عليكم ورحمة الله. ثم رد علي النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله. قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث أبو غفار عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي جري جابر بن سليم الهجيمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد. حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال، حدثنا أبو أسامة عن أبي غفار المثنى بن سعيد الطائي عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر بن سليم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام، فقال لا تقل عليك السلام ولكن قل السلام عليك. وذكر قصة طويلة، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد الله بن المثنى حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا الأنصاري حدثنا معا حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فلما وقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف، وأبو مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب واسمه يزيد ويقال مولى عقيل بن أبي طالب. حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه زهير بن معاوية عن سماك أيضا. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء ولم يسمعه منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بناس من الأنصار وهم جلوس في الطريق فقال إن كنتم لابد فاعلين فردوا السلام وأعينوا المظلوم واهدوا السبيل.
وفي الباب عن أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حدثنا سفيان بن وكيع وإسحاق بن منصور قالا: حدثنا عبد الله بن نمير قال: وحدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الله بن نمير عن الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي إسحاق عن البراء. وقد روي هذا الحديث عن البراء من غير وجه، والأجلح هو ابن عبد الله بن حجية ابن عدي الكندي. حدثنا سويد أخبرنا عبد الله أخبرنا حنظلة بن عبيد الله عن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا سويد أخبرنا عبد الله أخبرنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: هل كانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن سفيان عن منصور عن خيثمة عن رجل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمام التحية الأخذ باليد. وفي الباب عن البراء وابن عمر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم عن سفيان. سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعده محفوظا، وقال: إنما أراد عندي حديث سفيان عن منصور عن خيثمة عمن سمع ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سمر إلا لمصل أو مسافر. قال محمد: وإنما يروى عن منصور عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أو غيره قال: من تمام التحية الأخذ باليد. حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو قال على يده فيسأله كيف هو، وتمام تحياتكم بينكم المصافحة. قال أبو عيسى: هذا إسناد ليس بالقوي. قال محمد: وعبيد الله بن زحر ثقة، وعلي بن يزيد ضعيف، والقاسم بن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن، وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية، وهو ثقة، والقاسم شامي. حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد المدني حدثني أبي يحيى بن محمد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده، فاعتنقه وقبله. قال أبو عيسى:
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الزهري إلا من هذا الوجه. حدثنا أبو كريب، حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فقال صاحبه: لا تقل نبي، إنه لو سمعك كان له أربعة أعين. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات، فقال لهم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا الفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود أن لا تعتدوا في السبت. قال: فقبلوا يده ورجله. فقالا: نشهد أنك نبي. قال: فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا: إن داود دعا ربه أن لا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود. وفي الباب عن يزيد بن الأسود وابن عمر وكعب بن مالك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معا، حدثنا مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب. قالت: فسلمت فقال: من هذه؟ قلت: أنا أم هانئ. فقال: مرحبا بأم هانئ. قال: فذكر في الحديث قصة طويلة. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد وغير واحد قالوا: حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة عن سفيان عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن عكرمة بن أبي جهل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جئته: مرحبا بالراكب المهاجر. وفي الباب عن بريدة وابن عباس وأبي جحيفة. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بصحيح، لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه من حديث موسى بن مسعود عن سفيان، وموسى بن مسعود ضعيف في الحديث. وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق مرسلا، ولم يذكر فيه عن مصعب بن سعد، وهذا أصح. قال: سمعت محمد بن بشار يقول: موسى بن مسعود ضعيف في الحديث. قال محمد بن بشار: وكتبت كثيرا عن موسى بن مسعود ثم تركته.